صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم تحضرونا. اليوم فقراتنا عديدة، هلأ بعد شوي رح يكون معي مارك. اليوم بدنا نحكي عن فروت كتير مهضوم، مانغوستين. واليوم كمان بكوكينج عندنا شيف مارون، واليوم بده يحضر لنا لام كاتلت سيرفد ويد بوم شاتو اند بيرنيز صوص. لا تحضير هالطبق بيلزمنا كاستليتا الغنم، زيت نباتي، ملح، بهار اسود طازه، الثوم المفروم، الاوريغانو، البقدونس، عصير الحامض. للبوم شاتو بيلزمنا البطاطا، ملح، بهار الابيض، الطرخون المفروم، بقدونس، الثوم المفروم، برش الحامض، زبدة، وجبنة مبروشة. للبيرنيز صوص يلزمنا زبدة، عصير الليمون، خل الطرخون، صفار البيض، في كتير طرخون اليوم، كمان طرخون مفروم الطازة، بقدونس المفروم، مبيض أبيض، وبهار أسود مطحون. وأكيد بنختم فقراتنا مع تيستينج بامبر وبنرجع لعند مارك. بونجور مارون. هاي سيف. كوتلات؟ غنم. غنم، ايه كوتلات دانيوم. سافا؟ غير شكل سافا. شو الأخبار؟ رواء، اشتقنا لك. أنا كمان. كيف الهند؟ جنن. والسند؟ تعقده. يعني برجع الواحد عم بتبعد كتير صاير. ايه بعد. يعني كنا كنت دايما تروح على محلات قريبة. قريبة. كنا نشتاق لك بس ما كتير انه مثل الهند، يعني صرت عم تبعد. بتعرفي انا مصحيح بعد شوي بدك تروح على استراليا ما رح نلحق لك. ايه ايه لا في 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 انطري 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 في في انطري انطري انطري. ما بتعرفي لما بتروحي على بلاد هالقد شوي بعيده سو بتروحي بتستفيدي شوي لانه اوريدي بدك لتوصلي يعني نص نهار او نهار، لترجعي بدك نص نهار ونهار لتخلصي شغلك وكل اللي عم تعملي. وسقى في عندنا لونشينج لزيزو يعني الجمعة الماضية كلها مع زيزو زيز ولا زيز اسم ال اسم ال اسم الكونسبت كونسبت اسم بس مش لزيزو لا زيزو زيزو زيز زيزو من زيز. اوكي سو كنت عشان هيك يعني كنت تأخرنا طلعت معك كونسبت لذيذ. It was a great experience. شفت معي lot of spices. واو. بكره شي بنعمل شي حلقة عن بدنا نعمل حلقة عن spices. عن spices عن جد. أكيد بلد spices. Amazing. 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 Really amazing. أساس مش ضايقينهم يعني. إيه حتى في قصص أنا بصراحة إنه هلا أول مرة رحت ما كان عندي وقت، وهالمرة حتى ما كان عندي كتير وقت، بس إنه جربت هيك يعني فور تو أورز أزمت على تستفيد مش على الماركت لازم روح عليها اللي هي الماركت دي ماركت أوف ذا سبايسز، ما طلع لي وقت هي روح عليها، كانت شوي بعيد بتروحي بالترام وهيك. هلا نكست تريب إذا قال راد أكيد رح روح رح روح لازم رح روح. ف وأكيد هونيك العالم كتير طيبة يعني كتير بيهتموا فيك، ذي لوك أفتر يو كتير 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 كتير. بوجه تحية لكل الاكيب اللي اشتغلت انا وياها هونيك، فؤاد، عبد الملك، داني السوري، كلهم يعني اصحاب، وكل الاكيب الشبيب اللي كانوا بالاوبريشن. It was a great experience. طيب هلا من الهند من نرجع على استوديو لحتى نعمل الكوتلات. رح نعمل رسات كثير هينه اليوم، رح نعمل كوتلات غنم. رح اعمل لها هلا احضر لها نقعه، هلا هودي منهم بالرسات بس كان جزره جوا جبتها. نشوف نحطها بركي مع البطاطا او مع كوتلات طلع منها صوص. اوكي. رح اعمل حضر نقعه للكوتلات ونقعها شوي، وبذات الوقت كمان النقعه رح اعملها استعملها شوي صوص مع صوص بيرنيز اللي اوبسلي جايب بيرنيز خاصه مرها عم بيرنيز على الهواء، صرنا كذا مره عاملينه. صح. اكيد المكونات كلهم رح يمرقوا على الهواء، ولا واللي ما بلاقي واللي ما بلاقيهم اكيد بشوفهم على فيسبوك بيج لمارون شديد اس ال، فيني فوتو مارون شديد اس ال كلها ملزقه ببعضها.
بحطوها بيتصلوا على البيج كمان بيشوفوا الرسائل بيشوفوا كثير قصص غير رسائل اكيد بدنا نحمي زيت الزيتون هلا شو رح اعمل هون عندي توم رح احط معهم بهار اسود يحني رح احط معهم شويه اوريجانو يحني وندقهم اوكي رح احط معهم اكيد ملح اوكي شويه ملح مش كثير رح اخذ شويه بهار ابيض رح اعمل هيك بات منهم اوكي بدك تدهنهم على الكوتلات بدي احطهم بالكوتلات هيك اكيد حط عليهم زيت بعدين اوكي اخذ شويه بقدونس هلا هون عم بحمي زيت لبلش اطبخ البطاطا جيب بومشاتو البومشاتو اوكي نعرف كيف نقصهم علمتنا اكيد في اسلقهم سلق ستاف وفي اعملهم اطبخهم اعملهم بان ستيمينج اوكي انا اعملهم بان ستيمينج اطيب وما بدي اسلقهم بالطريقه العاديه سو كل شيء رح اعمله هلا رح بدي مي تجيب مي شباب في حدا يعطينا مي يعملوا معروف yeah. اوكي رح احط البطاطا هون هلا انطرها شوي لحتى تبلش تنقلها وتاخذ لون على كل الميلات وبعدين برجع شوف بعدين رح نرجع نكفي فيها هلا كوتلات يحيى هون على جميع الاحوال رح دق الثوم شوي شوي رح اشيل ما ينطوا شو ما بتطلو دغري لوين المي؟ شو الشباب هلا بس شوي صغيرة في غطا لهي فيكم تعطوني اياها بليز انا احسن شيء بقعد على الهواء وبلش اتطلب يعني سوري مشاهدينا بس المحل هو الغطا شوي بعيد عني وما بدي اترك ستاف لحالها على الهواء لانه اشتقت لها صار لي زمان ما شفتها بدي استفيد من هالشوية وقت اللي عندي هون وياك دائما وقت باي ذا واي يلا هلا بقول لك خلص طوشتنا مارون ما بدي إذا بدك شيء تاني فرد مرة مارون يعني أصلا عم بدق هالقد خلص I want to create a paste أوكي مع spices مع كل شيء رح أحط هلا برش الحامض لكن تنرجع نقول شو حطينا ملح بهار اسود اوريجانو بقدونس اوكي وملح وبهار ابيض أوكي. واخر شيء حطيت برش الحامض ودقيتهم كلهم لافلي اخذ زيت زيتون حط عليهم زيت شلون صار عندي هيدي المارينيشن كلها اللي راح استعملها لللام وراح استعملها اكيد للبطاطا كمان اوكي ولا اوكي هير يو جو شاهدينا هون حط عليها شوية خل انا ما عم بسمع يمكن عم بيقولوا شيء انا مش سامع ولا اوكي حطيت شوية خل اوكي اوكي هلا البطاطا هون خل شو خل تفاح خل تفاح واذا عندك زراس ولا بلسميك فيه حط اوكي اوكي شفتي انا هون هلا هو رح خليني تقلو شوي هلا بدي البطاطا اتشكها جوا حتى عليها بعد شوي عليها بعد شوي شويه مي وبغطيها بوطي النار بتركها تنطبخ على بخار اللي عم بيطلع من المي اخر شيء اكيد برجع بعمل لها سيزنينج وبظبطها كلها سوا اوكي وبدي احط معها بعد شوي كمان الجزر لها رح تكون هلا مين وايل رح اخذ المقليه هون احط البطاطا هون اوكي بالمقلية بدك تعمل الكوتلات بتعرفي خلينا نعملهم بهيدي عشان ما نطرتش الدنيا مش احسن تشارلز بدك الغطا الكوتلات هلا غطا مش ضروري لانه اوريدي عالي وما رح تطرتش رح احط عليها ملح هلا اوكي حط عليها بهار ابيض كوتلات دانيو 100%
كمان بقلبها على الثاني ميل بهذا الشكل مشاهدينا. هوب اوكي اجين اجين فوالا. هلا هون رح ناخذ كمان زيت زيتون على طول مشاهدينا. ما بتحط كثير جيماجين لانه في دهن على مش كثير بس مع هيدا كله نحن بنرجع بنكبهم ما بنخليهم. اذا بدي اعمل منهم بعدين. هلا هون شو رح اعمل؟ بنزيد ماء. رح ناخذ شوية ماء مشاهدينا، أول شيء ملح. افتحي لي هالشوي استاذ عملي معروف. اوكي، رح أحط شوية ملح. رح ناخذ حط شوية بهار أبيض كمان. مي. اوكي. أنجا. شفتوا المي كيف؟ يعني أنجا تغطي ال لحظة بس تفهم اللي معروف. وهني السباتول الصغيرة هي هون. فوالا. اوكي. انتبه تما يكونوا ملازقين. انتبه تما يكونوا ملازقين 100%. نرجع نغطي. هلا خليني شوي نضيف حواليهم، نترك البطاطا شوي شوي تنطبخ. هلا مع البطاطا افتحي لي شوي استاذ عملي معروف. حطي الجزريت هيك. انطبخوا معهم. مش غلط ايه؟ ابدا. هلا ليش عندنا وقت بليز؟ في حدا يقول لنا بس؟ انا ما عم بسمع لانه. اوكي. سمعت؟ سمعت نعم. شو هالصوت الحلو تاتشي؟ شو هالصوت الرقيق؟ نعمل شيء باللوبيا؟ نعمل شيء باللوبيا. اوكي. شو بدنا نعمل باللوبيا؟ ولا ما كانوا على الريسيبي؟ كانوا بالبراد. كانوا بالبراد. اوكي هون رح اقلل الكوتلات شوي. كمان عم ناخذ فيفي على طول مشاهدينا. هلا ما حطيت شيء بعد هلا حاسه لا ثوم ولا شيء ابدا. نحني هون. هلا اللوبيا شو بدنا نعمل فيها ستيف؟ رح نعمل شغلي باللوبيا which is the following. اوكي رح اقصهم بهذا الشكل الطريقه الصينيه. شو بدك؟ الازياتيك بيتو ايش صحيح. لا في قصهم اكبر ولا اصغر it's always a preference. هلا في قلتوا كان بدي اعملهم سوتيه. نعملهم سوتيه بدي اعملهم جلاسيه مع شوية جزيرس. اوكي. مع شوية بلساميك يا ربي. يطلعوا طيبين. ومش كثير و بيطلعوا طيبين، قلت لك بيطلعوا طيبين، قلت لي مش كثير. ابو مش كثير كنت بقصد رح يصدقوا المشاهدين انه مش كثير طيبين بلا بيطلعوا طيبين. لا كنت عم بقصد مش كثير مش على بعرف مشان هيك عم بضحك بعرف. مش كثير خل شوية خل. مش كثير خل شوية خل 100%. اوكي. شفتي ريحة الغنم؟ يمين بعد. صار لي يومين عيني عم بتلف يا استاذ ليه قولك؟ يمين ولا شمال؟ يمين هيدي. شو يعني؟ ما بعرف. ولا أنا. ما بعرف يعني بصراحة. اوكي. بعتقد أعصاب. يا لطيف. قليلي شي منيح. ايه؟ اعصاب؟ ايه هو يمكن ستريس.
اوكي هلا نحيي هون رجع بقول للمشاهدين اكيد اللي بده الوصفه بيقدر يشوفها ياخدها فوت على الفيسبوك بيج لام تي في الايف او مرون جديد اسال 100% ام تي في الايف بيشوف الايران مرون جديد اسال بيشوف الرسائل الريتن اللي هي فيري سمبل ريسيبي بصراحه واذا في شيء اكثر بدهم اياه فيهم يكتبوا لنا كل ثلاثه كل ثلاثه هو بيكون اسك الشيف دي عندهم تكنيكال كويستشن اكثر من انه وصفات قولوا لنا واللي عندهم وصفات اجمالا عم ناخذ كل الريكوست ونرجع نعملها نحن ريسكادجولينج على الهواء عارفين كيف اوكي هلا هيدي هون هي بتعقد تحيه هلا هاي دول حاجة حطهم هون اوكي لما بشيل اللام وكفي طبخهم بقلبها بزيت ال صحيح زيت صحيح بزيت الزيت رح كب شوي ولا هلا اذا عنا بيكن اذا عبالنا نحط معهم بيكن فينا كمان فينا كثير طيب مع اللوبي اذا مشاهدين عبالهم او اني هيك فينا نعملها بزبده فينا نعملها بزيت عرفتي كيف؟ هلا هلا الكوتلات خليني اقوم بعد شوي لافلي لافلي ما بدنا نسويها كثير عصبية مثل البريتش لافلي لا لافلي بيب اوكي شو انت وين على استوديو جديد؟ قريبا انت النقلة؟ سيربريز سيربرايز سيربرايز مي بيب اوكي بس كثير حلو استوديو الجديد قالوا لي انا بعد ما طلعت وما شفت اوكي هيدي انا امبارح مرقت وشفت كثير كثير حلو هيدي في عندنا هوت وفي عندنا كثير قصص يا لطيف يا لطيف والمطبخ خاصة المطبخ كثير 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 حلو جود لازم نروح نشوف يعني ايه هذا اللي بفهمه طيب مشاهدينا هون هون شو رح اعمل؟ الحقيقة عم شيلهم للام كاتلت عم شيلهم بتعرفي بعدين رح اعمل شغلة ثانية كالعادة هيدي لونها منيح ايه بتعقل هيدي لونها بجنن هيدي بجنن هيدي بدها بعد شوي واحد اذا عنده باز طبخ مارون كل شيء هين ما في شيء صعب بدك باز طبخ اول شيء ايه بدك باز طبخ انه نعرف بدك 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 كلتور اهم شيء عندك وعندك سقفه وراها لتفهم مزبوط كيف هلا النفس وكل هيدا اكيد بس اهم شيء كمان واحد يكون عنده شويه كلتور بالطبخ ويعرف يلبق قصص مع قصص ما هيها ما الطبخ اليوم بطل انه رسات اوكي رسات كثير منيح شاف صار في ترند بالطبخ كمان شاف مارون بيطلع بيعمل رسات ومن بالانترنت في ريسبيز ماجازين في ريسبيز اكيد اليوم الترند بالعالم كله هو الطبخ وهو كوكينج شوز وهو هيلسي الهيلسي بورسيونات صغيره هيلسي بورسيونات صغيره باك تو بيسكس ناتشرال اورجانيك اورجانيك علم اورجانيك اورجانيك يعني انه كل عمرنا نحن عايشين اورجانيك يعني بس هلا لانه صرنا عايشين بعالم كله خيام وما خيام وما بعرف شو اوكي سو ليتس سي اورجانيك صرنا بنحكي فيهم وعلى طول المطبخ اللبناني يعني هو مطبخ هيلثي اصلا بي 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 بطبيعته صح ونحن الطريقه بنطبخ فيها يعني از فيري هيلثي شوفي قديش استعملنا فات اليوم نحن عم نطبخ مثلا اتس نوت ا لوت ريلي قبل كانوا يحطوا سمنه وكانوا يحطوا كثير قصص شو رح اعمل يعني هون ما عم نستعمل رح اخذ والله بليك برافو مخليين لي كثير ملاعق ها مش هينه حبيت اوكي رح اخذ شوي ثقيل انا ايه شفت شو عملت هون؟ اخذتهم
حطيت عليهم شوي. هولين هون اللوبيا بقليهم بزيت. بدك تخليهم يقرقشوا؟ اللوبيا مش ضروري. هيدين هون هيك، هيدين هون هيك. او ماي جاد، شوفي بشرفي بدي افرجيهم على الكاميرا، بس خليني اخلص اول شيء. هلا جوي، وهلا كل الجوع عم ينزل منها للكوتلات. كل اللي عم بينزل هلا بعدين لما نعملها برزنتيشن رح ياخذ كل شيء نازل تحت. او ماي جاد. اوكي فوالا، هيو جو. اوكي هيدا هون اللوبيا مثل ما فيهم. كمان رح احط لهم هلا شوية مي. فرجينا الكوتلات للوبيا. خلينا نفكر شوي. اوكي هلا شوي شوي اللوبيا بنفكه بالمي. بعد فينا نفرجيهم البطاطا كمان. البطاطا خلينا نفتح عليها كمان. تشيك ات اوت بليز. تيجي شادي تفتح. فوالا. اوكي خلينا نشوف البطاطا شو صار فيها وين صرنا ب البوم دو تير. جيب السباتول. هيدي بس هيك. واو لافلي. طبخوا. خلص. مش بس انطبخوا. انطبخوا. تو. اوكي. هون شو رح اعمل؟ رح اخذ شوي من هودي. كمان. اكيد. حطهم هون. رح اخذ استراغون. طرخون. طرخون. حطهم هون. اخذ شوية بقدونس. كمان. هيك. شوفي كيف رح اقصهم كلهم ستيف. كبار شوي. كبار ايه. رح يدبلوا لانه. لا لانه هيك بديها تطلع شوي بلدية. اوكي. اوكي. وهون. Look at my potato. واو. Amazing. My potato is wonderful. بحق لنا ندوق ايه. تفضلي. ثانك يو ماما. اوكي هي هون خلصت البطاطا، حطها على جنب. بدنا ملح بدها شيء ما بعتقد. بدها شيء؟ طيبة؟ اوكي هلا عندنا تيستينج؟ عندنا تيستينج. اوكي كثير طيبة ماما. اوكي فيري جود. هودي هون. هلا اللوبي شو بدي اعمل فيها مشاهدينا؟ طيبة. طيبة اه؟ دقية. ريفيو جو. كم؟ هلا الكوتلت صاروا خالصين. هلا عندي شوي كمان الصوص بيرنز زحية جايبها معي خالصة. كانت البراد رح حطها شوي هون، هيدي سخنة. هلا بتنزل لحالها كمان. في حطها كنت هون بقلب ستيم، بدي اياها تنزل شوي هذا لحتى تصير شوي كريمي لحتى ارجع استعملها. هلا لوبيا الترخوم كثير طيب. شفت شو طيب؟ بس هيك اخر شيء تاتش صغيره ميكس ذا هول ديفرنس على البطاطا. اوكي هلا هي شو رح نعمل فيها بعد؟ شو هيدا؟ يا مارون. طيب صدوقها اذا بدها ملح. بدها؟ اكيد ما فيها شيء. ملح. هاي ابيض. هلا هيدي اذا عندي عسل مثلا في حط عليها شوية عسل، اذا عندي سكر في حط عليها سكر شوي صغيرة مع ال مع ال. خليني نشوف اذا عندي سكر هون. بعتقد عندي سكر انا. اي بريزيوم يعني سبيسز. انا بس اطبخ لوبيا بزيت بحط شوية سكر. دايما بس السكر بيروح مع كل الخضرة يعني. ليه عم بحط سكر؟ لانه بدي اعمل شوية سيرو، لانه سيرو بمعنى اللي بيطلع من ال
من السكر ومن المرقه شوي صغيره ليعطيني لمعيه اكيد ويعطيني طعمه للي عم بعمله. وبلاس لما بحط السكر شو برجع بعمل؟ برجع بحط الخل بطبخها لتصير طعمتها كثير قويه. صحيح رح اطبخها لتصير هيدي حطها شوي هون مع الاستف عندي بابر لانه هون هيك حلو هيك شفتوا كيف مشاهدين بس فيك تشوفها ترجيني اياها بس لحتى ذوبها شو بعمل؟ بحطها على بان ماريها ما في حتى على النار ديركت بخاف تفرط لانه هيدي ايميسيون اللي كيف صارت هلا شوي صغيره ببلش تدوب تحيه اوكي افكارك جهنميه مروان ميك شور انه ما تنكسر البيرنز اوكي تفرط ايه؟ اكيد اكيد دغري تفرط ديركت ما لازم تطلع حرارتها كثير عاليه تحيه هون فوالا هلا اذا عندي مايكروويف كان فيي حتى انجا ثانيه بالمايكروويف شفتي شو صار عندي وبدي هالتكشر انا على طول هلا هون شو عم بيصير كمان باللوبيا حتكون شوي صغيره عم تستوي هيك بقلب بعضهم حتى ينزلوا هلا اوكي تحيي هون اوكي فوالا لوبيا ناخذ اي خل ستيف ناخذ البلساميك ولا ناخذ العادي بلساميك رايك بلساميك طيب كثير مع اللمب اصلا يعني. كمان حط شويه بلساميك هون اعطيكم يغلوا مع اللوبيا مشاهدينا الروايح طيبه 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 بعدين شوفي مع اللام ومع البوم دو تير ومع هيدي حيطلع بياخذ العقل without any doubt يعني ريحة ال خل خل فوالا this is perfect I love it شفتي بقى الناس كيف صارت؟ صارت عندي التكستور اللي بدي اياها فوالا هيها مشاهدينا اوكي اللوبيا فيك تاخذها عن قريب نو واي عم نمزح فوالا اوكي رح اخذ وحده لوبيا انا هلا اكيد شو انت قولي لي طيب بدك نعمل برزنتيشن هلا يلا عندي صحن طيبه ما بنعمل برزنتيشن هلا بنعمل برزنتيشن على تيستينج مشاهدينا رح ناخذ سوا وقفه نحن بنرجع بنشوفكم بتيستينج نفرجيكم بلا خالص مخلص اكيد على تيستينج تيستينج طيب قلت له لمارون كاتيا هاي كاتيا حتى بالمقلية بتعمل ديكور تفضلوا شوفوا شو عندي ثقيل ثقيل قلت له بغار منه ايه بس انا ما بقى بطبخ الا هيك ايه ما بقى لي نفس اكل شيء اذا ما كان مصفصف ما بتزبط معي مثل مارون ليكي كيف مصفصف الكوتلات بس اكيد يعني انا ما كنت فكرت اعملها مش بس انت بتغاري مني انا بغار منك كثير ناس بتغار مني يعني تواضع اصلا هيدي بالمطبخ اللبناني يعني اهالينا مثلا انا ماما مش وارده يعني تحط الاكلات هيك انه صب وخلصنا هي. بالمطبخ اللبناني كثير بالمطبخ اللبناني كل شيء مصفصف هيك بكل المطابخ بيقولوا اللبناني بيوجهون كمان بكل المطابخ الاحسن شيء على الوجه بكل المطابخ اي لا البرزنتيشن هي شغله اساسيه عرفتي هلا هيدا هون كل الجو اللي نزل من الكوتلات كنت حطيتهم بهيدي انا رجعت سخنتهم شوي هرجع احطهم عليها
اوكي. اذا بدي بما انه عامل شويه بيرنيز ياخذ بيرنيز حطهم هيك شوي وحده هون. هيدا عملناها هلا بيرنيز؟ لا هيدي عملناها كذا مره صرنا عاملين كذا عملناها خلص هيك. بعدين شويه بقدونس. نايس. فوالا. تفضلوا اهلا وسهلا تيستينج مشاهدينا تليفون صوره. ايه اهم شيء الصوره. طيب. نحن ما بنقبل. الصحون هودي صحون. هيدي سكينتين وشوكه. تفضلوا. صورة سريعة. هلا بنحطها بركي على انستغرام. ومارون شديد اسال على فيسبوك. اي لاف ات. يلا تفضل. اوه بدي اكون ذوقه. شادي اخذتون؟ اهم شيء شادي ياخذهم. نحن من نسكب؟ لا انا بسكب لكم ولو. اهلا وسهلا. هيك بتقدميهم بالمقلي مثل ما هي. وهيك بضلوا سخنين اكثر. فكره كثير حلوه اذا المقلي. انا بحب البريزنتاسيون شوي. بتنحط على الطاوله يعني خرج. بتخلي الشغله اطفى واطشب وكل ال شكلها حلو كمان جو وكل شيء بضل فيهم. ولا. ايه اكيد اذا شكلها للطاوله. هذه بطاطا. ما في شيء سمبل اكثر من هيك. لا هيدي كوتلات دانيو. نعم كوتلات غنم. رح اخذ وحده معكم انا ذوقها كمان. روح خذ بطاطا. شوف البطاطا شو كيف بطاطا كثير طيبه في طعمه الطرخون. مهروسي هرف. فاجئين اللحم. هيك شو عندك هات هودي؟ قوي مارون. كثير قوي مارون. طيبه. نكهات كثير كثير واو. جارينا كثير طيبة. تاخذ العقل. روعة. واللحمة كثير طرية. الكويسون تبعها بجنن. كثير طيبة. وكلها هي عملتها على النار فوق ما عملت شيء سبيسيال. ايزي و بما انه اللحمة طرية انا جربت اعملها شوي بولي بس شفتي طعمة الحامض والثوم وال شوية خل مع والاوريجانو والزعتر كلهم بجننوا. خلص وقتنا. ثانك يو مارون. نحن بنرجع بنشوفك بكره اذا الله راد. ان الله راد. انا برجع بشوفكم نهار الجمعه مشاهدينا. ما تنسوا البس مع وجهكم. باي باي.